العربية لو ما حطيتلهاش بنزين هتبوظ، فانت بتعملي صيانة. صيانة حلوة قوي. دايما شيرين رضا كشفت لأول مرة عن سر احتفاظها بجمالها وعن الوصفة اللي بتتبعها علشان تفضل شباب بعد ما كل الناس تقلوا عن سر احتفاظها بجمالها وشبابها. المفاجأة ان الوصفة اللي قالتها شيرين رضا هي حاجة سهلة وموجودة في كل بيت. شيرين رضا كمان شبهت البني آدم بالعربية اللي لو ما خدتش بنزين مش هتمشي. العربية لو ما حطيتلهاش بنزين هتبوظ، فانت بتعملي صيانة. صيانة حلوة قوي. دايما الفنانة شيرين رضا اتكلمت عن أسرار جمالها من خلال لقائها مع الإعلامي معتز دمرداش في برنامج ضيفي عبر قناة الشرق للأخبار. قالت إنها بتحافظ على نضارة بشرتها من خلال عمل جلسات مساج للوجه كل أسبوعين، وقالت إن الأكل اللي يدور مهم جداً في الحفاظ على شباب ونضارة البشرة، ووجهت نصايح للناس وقالت لازم تاخد بالك من صحتك وتنام كويس، دي حاجات المفروض تبقى بديهية الست لازم تاخد بالها منها ومن صحتها. كمان اتكلمت عن فوائد الشمس في الحفاظ على البشرة وقالت لازم ننام بدري ونصحى بدري علشان الشمس مهمة، الشمس بتدي فيتامين دي علشان الأعصاب. وعلقت تعليق طريف وشبهت الإنسان بالعربية اللي محتاجة بنزين وقالت أنا ما بقولش إني ما ساعدش نفسي، أنا ساعدت نفسي، بروح كل أسبوعين وبعمل مساج على وشي زي العربية كده، محتاجة بنزين وصيانة، لو ما وديتهاش كل شوية بتبوظ وأنا بعمل صيانة دايما. العربية لو ما حطيتلهاش بنزين هتبوظ، فأنت بتعملي صيانة. صيانة حلوة قوي. دايما تصريحات الفنانة شيرين رضا أثارت حالة كبيرة من الجدل، والناس تداولوا كلامها على نطاق واسع بعد حلقتها مع معتز الدمرداش. محدش مصدق ان سبب احتفاظها بجمالها وإطلالتها هو النوم بدري والتعرض للشمس. الفنانة شيرين رضا كمان اتكلمت عن اول عمل عملته في حياتها وقالت ان اول اعلان عملته كان عمرها 11 سنة، وقالت انها ما كانتش خايفة تقف قدام الكاميرا لان باباها كان بيحب التصوير وكان بيصورها كتير فكانت متعودة على الكاميرا. تصريحات شيرين رضا عن سر احتفاظها بجمالها أثارت حالة كبيرة من الجدل، ومن كتر ما هي شكلها شباب كل الناس قالوا إنها مش معقول تكون عندها 55 سنة ومش معقول تكون أم وعندها بنت كمان. الفنانة شيرين رضا اتكلمت قبل كده في لقاء سابق عن رأيها في الزواج وقالت إنها شايفة إن الزواج منظومة فاشلة وإنه الزوجين هم اللي بيخلوا الزواج يفشل أو ينجح لأن بعضهم بيتجوزوا من أجل المظهر أو المال، وقالت إنه من المفترض إن الزواج بيقوم على أساس التفاهم وإن أفكار الزوجين تكون متشابهة، وقالت إن السن الطبيعي للبنات في الزواج هو 30 سنة، وقالت إنها بترفض إطلاق لقب عانس على البنت، وقالت كمان إن في ستات كتيرة بيرفضوا الزواج لأنهم عايزين يعيشوا حياتهم بحرية. إيه رأيكم في تصريحات الفنانة شيرين رضا عن سبب احتفاظها بجمالها؟ هل البني آدم زي العربية فعلا ومحتاج بنزين زي شيرين رضا ما بتقول؟ شاركونا الرأي.